ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم وصفة هندية جدا سهلة وجدا لذيذة وتنفع تجهيز مسبق، يعني راح تنفع الموظفات بمناسبة العودة للدوامات، يعني تقدرون تسوونها قبلها بليلة وترتاحون، ويومها على طول تطلعونها وتطبخونها. راح اسوي معكم دجاج هندي بالليمون والفلفل الاسود، لذيذة جدا مع الرز الابيض، يومي. عندي هنا الدجاج، دجاجة كاملة منزوعة الجلد، مقطعتها زي ما تشوفون أثمان. إذا حبيتوا تستخدمون صدور ممكن، على راحتكم. أنا حبيت أني يعني أخليها يعني دجاجة كاملة بالعظم أطعم للمرق. يعني راح أتبلها بزبادي وليمون، عصير ليمونة. وعندي هنا فصين ثوم دقيتهم مع زنجبيل مبشور، فصار الزنجبيل كأنه معجون. وطبعا المكون الأساسي عندي فلفل أسود وملح وملعقة صغيرة كاري. عندي هنا بصل محموس عشان يعطيها نكهة، عادي يعني تكشنون له بحيث انه يعطي التتبيلة طعم ونكهة، وشوي بقدونس. راح أتبل هالدجاجة بالمقادير اللي قلت لكم عليها، يفضل أنها تكون ليلة كاملة منقوعة بالتتبيلة، وأقل شيء ساعة. خلاص هذا الدجاج بعد ما تبلته بالمقادير اللي قلت لكم عليها بغطيه وادخله الثلاجة اقل شيء ساعة، ويفضل زي ما قلت لكم ليلة كاملة. والحين ببدا اطبخ الدجاج. جبت القدر، الحين حطيت فيه شوية زيت، نقطة زيت لو تلاحظون ما كثرت. ابي احمس شوي من ورق الكاري المجفف وحبوب حبوب الفلفل الاسود، ضاعت مني وراي. بعد ما تبدأ الريحة تطلع، ريحة الكاري والفلفل الأسود، راح برضو أضيف فصين ثوم مع زنجبيل وأحمسهم شوي. بعدين راح أضيف الدجاج اللي تبلناه. الله الريحة، الله شيء خرافي. متخيلين كاري وزنجبيل وثوم. الحين راح أضيف الدجاج اللي تبلناه. خلاص ما يحتاج بصل لأنه أصلاً أنا تبلته بالبصل المحمور، بس نقلبه إلين تبدأ تطلع موية الدجاج. بس بضيف شوي كمان فلفل أسود مطحون، لأن زي ما قلت لكم هو دجاج هندي بالفلفل الأسود والليمون. إذا تبونه شوي يكون حار، قرنين فلفل وقطعوه من النص واحمسوه مع الدجاج، خليها تشطشط. ما راح اضيف مويه للدجاج، مويه الدجاج اللي راح تطلع هي اللي راح تسوي لي الدجاج. الان راح اكتمه كذا، اغطيه واخليه كذا تقريبا ربع ساعه يتسبك. بعدين راح نضيف بياله مويه مع ملعقه نشا، او نص كوب مويه مع ملعقه نشا، بس تعطيها سماكه، بس بعد ما نحس ان الدجاج خلاص تقريبا استوى. تلاحظون ما ضفت ولا نقطة موية للدجاج، الدجاج طلع مويته، هو اللي راح يسويه. زي ما قلت لكم راح اغطيه واكتمه وبخليه تقريبا ربع ساعة الين يبدأ يستوي الدجاج. على ما يستوي الدجاج بسوي الرز معكم. هنا جبت رز بنجابي مهيدف، غسلته ونقعته بموية مغلية وملعقة خل عشان يصير مفلفل والحبة طويلة. وابدأ احمس البصل، حطيت شوية زيت بحمس بصل مع قطعة فلفل بارد تعطي نكهة للرز الأبيض. البصل فضلت إنه يكون أبيض علشان ما يغير لي لون الرز. وبعد ما أحمس البصل راح أضيف الرز بعد ما أشطفه من الخل وأصفيه، ونضيف الملح والموية المغلية. طبعا الرز الأبيض ما أحب أضيف له أي بهارات، يدوبك بصل وفلفل بارد عشان ما بي أضيع نكهة الرز، وخصوصا انه راح يتقدم مع الدجاج الهندي، يعني الدجاج الهندي مليان توابل، فابي الرز يكون ساده. الحين اضيف الرز، طبعا بعد ما حمست البصل وبدت تطلع ريحه البصل
أحمصه شوي مع البصل قبل أضيف الماية المغلية. أعطيني ملح وبضيف الملح. معدل الماية يا بنات يدوبك يغطي الرز، ما نكثر ماية عشان ما يعجن معنا الرز. أحط تقريبا ملعقة ونص ملح عشان يكون الرز مضبوط. نضيف الماية المغلية، حاولوا انه بس يدوب يغطي الرز بس كذا تمام. تشوفون يعني بحيث انكم تشوفون من خلاله الرز كذا ممتاز. بعدين بعد ما تنشف مويه الرز نقصر النار عليه ونخليه نكتمه، نخليه يطبخ على البخار، راح يستوي الرز معكم على البخار. وكل ما طول على نار هاديه كل ما تحسون ان الحبه صارت طويله ومفلفل ومستوي على كيف كيفكم. نشيك على الدجاج، شوفون ما شاء الله ترى ما ضفت ولا نقطة موية، هذه كلها موية الدجاج. خلينا أقرب لكم إياه تشوفون، ولا نقطة موية وبدأ يستوي خلاص شويات، ونضيف له النشا مع الموية. تشوفون ما شاء الله ما لصق شيء في القدر نهائيا، لا قوة إلا بالله. والريحة بتشي بتشي، روعة صراحة. هذا الرز نقلته لنار هادية، خلاص تشرب الرز، تشرب الموية، شايفين شلون؟ الحين راح أكتمه على نار هادية، بخليه ثلث ساعة 25 دقيقة يطبخ على البخار. الدجاج تقريبا خلاص، بطفي النار عليه إلين يقرب الرز يستوي، بعدين نضيف له النشا عشان التقديم. لاني لو ضفت الحين النشا بيثقل الخليط والرز لسه يبيله تقريبا ثلث ساعه، فحطفي النار ونرجع له. خلاص الرز تقريبا خلص، شوفوا ما شاء الله طول الحبه كيف مفلفل. الحين راح اخلص الدجاج بحيث اني احط النشا والمويه على الدجاج واخليه بس كذا يتسبك شوي دقيقتين ونطفيه. حليت ملعقة نشا مع نص كوب موية، بضيفها الحين للدجاج وتقليبه لمدة دقيقتين كذا وخلاص. وهذا الدجاج الهندي بالليمون والفلفل الأسود مع الرز الأبيض، ويا سلام بالعافية يتقدم مع الرز.